أنظار المصريين جميعا تتجه صوب مجلس الأمن للتعرف على ما ستؤول إليه مجريات الأمور في هذه الجلسة، والتي سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ليلقي كلمة مصر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ويتحدث فيها عن ما آلت إليه مسار المفاوضات، مفاوضات سد النهضة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أبدت فيها مصر مرونة بحسب ما أكدته البيانات الرسمية الصادرة عن مصر في مواجهة ما وصفته القاهرة بأنه تعنت أثيوبي بدأ خلال فترة المفاوضات طيلة السنوات العشر الماضية. كان من اللافت للنظر خلال جولات التفاوض تقديم مصر العديد من الاقتراحات، من بينها زيادة فتحات السد، وأيضا العمل على تمويل هذه الخطوة من الجانب المصري، وهما قابلته إثيوبيا بالرفض. وأيضا كان هناك مقترحا من السودان تقدم به من أجل أن يكون هناك خبراء ووسطاء دوليين من جهات أربعة، ورفضته أيضا إثيوبيا. إذن بدأ الموقف للجانب المصري أن هناك تعنتا واضحة من قبل الجانب الإثيوبي، لذلك لجأت مصر إلى مجلس الأمن في خطوة يعني تبحث منها مصر عن مخرج للأزمة، لأزمة سد النهضة، بدلا عن حدوث صراع لا تريد القاهرة أن تنجرف إليه في المرحلة المقبلة، لكنها أيضا ترفض أن يكون هناك تنمية لإثيوبيا على حساب الداخل المصري. لذلك أكدت مصر كثيرا أنها تدعم بناء سد النهضة وتدعم أن يكون هناك تنمية لدى إثيوبيا، لكنها لا تقبل أبدا أن يكون ذلك على حسابها. من أجل ذلك تم التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التوجه إلى مجلس الأمن. في المرة الأولى أعاد مجلس الأمن القضية مجددا إلى الاتحاد الإفريقي، لكن هذه المرة الأمر خطير للغاية، وتتابعه الأوساط المصرية عن كثب وعن قرب. ويعني وإن كان البعض يتحدث عن وجود يعني أمل في أن يصدر عن مجلس الأمن بيان يحث إثيوبيا على الالتزام بما تفضي إليه الاتفاقيات ما بين مصر والسودان وإثيوبيا في المرحلة المقبلة، إن هناك كثيرين من المراقبين يرون أنه لا فائدة من جلسة الأمن اليوم.